تعجبك صورة تحمل فكرة تحكي الماضي صح الذكرى كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة بيرسم طريق حلو ومر فيه الشوك والورد وعطرة طريق مخبى فيه أسرار دليلك فيه هو الصدق حلم وأمل ويمكن تشقى حتى توصل لازم تسعى قلبك صورة تحمل فكرة تحكي الماضي صح الذكرى كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم واقف انت لوين رايح؟ على الحمام. على الحمام؟ اطلع لهون اعمال صيانه حتى انا كنت بدي فوت بس ما قدرت يرجى استخدام الحمام الذي في الممر الاخر. انا اسف. ليش عم تبكي؟ بريتا وينها؟ اتصلي ببريتا. لا شو عم تساوي انت؟ كاران انت شو عم تعمل؟ اتركني روح بقى. شو في بعدي؟ كاران شو عم تعمل؟ لو سمحت اتركني. لو سمحت ممكن تقلنا شو في؟ حضرة الضابط انت ليش اجيت لهون؟ هذا الفندق كتير معروف، قلنا ليش داهم؟ هذا الموضوع بيتعلق بسلامة سلامة الكل. العالم؟ انت ما بيهمك سلامة العالم، بيهمك تجيبي اخبار وبس، بعدي عن طريقي. لا تحكي هيك. يا ترى شو عم يصير جوا بهي الغرفة؟ عم يقولوا كاران لوترا موجود بالغرفة. مين؟ اتركني مين؟ كاران انت شو عم تعمل؟ اتركني روح بعد عني. كاران شو عم تعمل؟ اتركني اطلع من هون. افتحوا الباب. هلا بفتحوا. خليني اطلع كاران. خلص خلص اتركني روح بقى. شو عم تعمل؟ ما بيصير هيك. ما فيك تجبرني كاران. شو عم تعملي؟ ليش عم تصرخي هيك؟ شو عم تصرخي؟ اتركني لو سمحت كاران اتركني. هي اتركها تروح. عم اهلك منيح اللي اجيتوا وخلصتوني منه. والا هو كان الشرطة. مدام شو صار؟ ممكن تخبرينا حضرتك ليش بهالوضع؟ بسبب كاران لوترا، بسببه انا بهي الحالة. صدقيني حضرة المحقق، انا كنت عم اترجى بس هو ما قبل يسمع مني وضايقني كثير وجبرني اجي معه لهون غصب عني. لحظة، هاي البنت عم تكذب، انا ما عملت لها شيء، هي عم تكذب عليكم مو اكثر من هيك. صدقني لك على اساس انه حضرتك صادق كثير، ما بتكذب ابدا. ما حدا بيعرف شو كان صار لو ما نحن وصلنا. واضح انك ضايقتها كثير للمدام ولا ما كانت صرخت؟ يا اخي لو سمحت اسمعني. ليك اتصل ببريتا وهي بتقلك انه هاي البنت عم تكذب. امسكوا منيح. انا ما عملت شيء، هي عم تكذب عليكم. انا مدام صدقيني انت ما بقى في داعي تخافي ابدا، نحن معك. انت بس عليك تجي معنا على مخفر الشرطه وتقدمي الشكوى على هذا الشاب. لا انا ما بدي اعمل مشاكل، هو واحد مشهور وله معارفه، انا بعرف هذا الشيء، ولاعب كريكت معروف. انا ما بدي فوت بهالمشاكل، لو سمحتوا انا ما بدي سمعتي تتبهدل اكثر. لا هي عم تكذب. ما في داعي تقلقي بنوب، لانه اللي عمله ما اسمه جريمه صغيره. صحيح هو غني ومشهور بس هذا الشيء ما بيصعب على الشرطه ابدا. نحن ما رح نرحم بنوب. صدوه عم تكذب. انت ما تحكي ولا كلمه والا ما بتعرف شو بيصير. انت واحد كذاب وعم تكذب علينا، جاي تعلمني شغلي؟ يا انسه ما تخافي، اي واحد بيعمل اللي عمله ما ممكن يفلت حتى لو كان غني. القانون عنا واضح وصارم. يلا يا شرطي خدوا من هون، يلا تحركوا. بعدونا شوي. بعدو خبرنا. بعدو من الطريق. حضرتك مذنب لو سمحت استاذ كارا. يلا بعدو. حضرتك ندمان على الشيء اللي عملته؟ حركوا بسرعة. أعزائي لاعب الكريكت المشهور كاران أصبح مذنباً الآن، وأعماله المسيئة له وللآخرين أيضاً أدت إلى اعتقاله اليوم. يلا تعال خلينا نلحقه. النجم كاران لوترا. لا لا لا، قصدي المذنب كاران لوترا. شو رح يصير بعائلة كاران لوترا وخصوصاً ابنهم الكبير يلي هو خطيبي ريشاب لوترا؟ بس يعرفوا أنه ابنهم الصغير والمحبوب
مسكته الشرطة بهيك جريمة بتخجل. يا ترى الرشاب شو رح يساوي هلا؟ أنا ما عم أفهم شو مشكلة بريد فيه. هو بيضل لاحق كاران وين ما راح وإجا. يا ترى شو بده؟ وليش سمير ما عم يقدر يلاقي كاران وين بده يكون؟ ليش راح بدون ما يخبر سمير؟ هو ما قاله بالعادة يعمل هيك شيء. أنا بعرفه منيح. ما بعرف ليش قلقان ومشغول بالي كتير بهاي القصة. بتمنى ما يكون بريد فيه ناوي على شيء. هو مانو لاعب ولا قاله علاقة بالكريكت. طيب ليش لحتى يروح الحفلة الخاصة باللاعبين تبع الكريكت؟ هذا ما بيعني إنه في شيء غريب عم يصير. أنا لازم أكون هنيك وأعرف شو هو الموضوع. يا ريت تلاقونا. استاذ كاران، في حدا اتصل وقدم شكوى بحق الاستاذ كاران؟ استاذ لو سمحت قلنا كيف اجيت لهون بالوقت المناسب. معقول يكون كاران بريء من هاي القصة؟ لو سمحت فكر شوي بالموضوع، ويا ريت تطلع على منظره للآنسة. شو عم بيصير هون؟ مين مكلبش ايديه لاخي؟ قلولي مين عمل فيه هيك؟ فكه، عم قلك هلا دغري فكه. انت بتعرف مين بيكون؟ وانت بتعرف مين منكون؟ يعني يمكن تكون زلمه بلا عقل، بس ما بتشوف كمان؟ بحياتك مو شايف شرطه؟ نحن يلي مننفذ القانون، نحن الشرطه، عم تفهم؟ وما بيهمنا العالم اللي مثلكم ابدا، احنا ما بنخاف من حدا يا استاذ، يا ريت تفهم. انتوا اكيد ناس بلا عقل بالمره. مجانين اخي، ما ممكن يعمل جريمه. انت عم تغلط، اكيد في سوء تفاهم صاير. اسمع، انا ما رح خليك تاخده على مكان. بعد عنه، تاخده من هون. انت بتعرف شو نوع جريمته؟ عم اقول لك بعد عنه. شو الجريمه اللي عم تحكي عنها؟ هو بحياته ما غلط بحق حدا. اخي رجال محترم، ما ممكن يعمل اي جريمه. جا. انت اكيد عم تغلط بحقه. اتركوه. سبتري، بعدوا لورا. اتركني، بعد عني، بعد بعد. وهي خلصنا من لاعب الكريكيت المشهور. عجبك الشيء اللي شفتي؟ طبعاً عجبني، بس هذا لسه ولا شيء. يلي جاي أكتر بكتير، ورح أتأكد إنه تنتزع سمعته إذا لقيت الدعم الكامل مني؟ أي منك أنتي. سمير رد علي رشاب، لو سمحت رد. ايه سمير قول. رشاب وينك انت؟ طلعت من البيت ولا لسه؟ لو سمحت تعال لهون بسرعة. سمير شوفي ليش مبين متوتر؟ كاران في شي؟ كاران وينه؟ سمير الو؟ رشاب هنن اخدوه لكاران وراحوا بسرعة. صدقني انا حاولت كتير انه امنعهم بس ما ردوا علي. وينك انت؟ تعال لهون بسرعة، يلا بترجاك. سمير شو عم تقول؟ سمير الو؟ كما ترون الآن، لاعب الكريكت المشهور كاران لوترا اعتقلته الشرطة على سوء تصرفه، وهي الآن تأخذه إلى التحقيق، ونعتقد أنه سيبقى في السجن لمدة ليست بقليلة. هذا ليس مجرد سوء تصرف، كاران لوترا حاول أن يؤذي فتاة. ما سمعتموه كان صحيح، كاران لوترا حاول إيذاء فتاة بريئة، والشرطة تدخلت بالوقت المناسب. استاذ كاران، جاءوا لورا. بعدو استاذ. سيدي شو محطتنا؟ ليش ساكت؟ جاوبنا استاذ لو سمحت. ممكن تقلنا؟ لحظة بس، أي شخص بيتجرأ إنه يزعج أو يضايق بنت محترمة رح يتعاقب، وكاران ما نستثنى. ليش ساكت؟ جاوبنا. احكي لك شي كلمة. لك بريتا بنفس هذا الفندق، هي راحت على الحفلة اللي صايرة هنيك. بريتا كانت مع كاران يا أمي، بقصد كانوا هن الاثنين سوا بهاي الحفلة، يعني أكيد هي هنيك بس ما عم لاقيها. أنا شو ما عم تلاقي؟ لا ستي بريتا ما عم ترد على موبايل ابنوب. أنا رح أتصل فيها إذا شافت رقمي، أكيد رح ترد. هي بتعرف إنه بينشغل بالي عليها دغري، أكيد بترد. أعطيني التليفون بنتي. ماهيش، راكي، ماما، كريتيكا، بترجاكم تعوا بسرعة. وين الجهاز؟ شوفي ليش عم تصرخي؟ قولي شوفي شو القصة؟ ماما ماهيش، وين الجهاز؟ محطوطة هنا يا بنتي. هذا هو. رابطة الكريكت أقامت اليوم حفلا في فندق مونتو بجراند، وكاران كان هنا وأخذ فتاة إلى غرفته وحاول أن يزعجها.
ما مدى معرفته بالفتاة؟ لو سمحت كاران كان واعيا لما فعل؟ استاذ كاران انت اول مرة بتشوف لهي البنت؟ استاذ كاران لو سمحت احكي شيء، نحن ناطرين، خبرنا لو سمحت. هدوء يا جماعة، لو سمحتوا اهدوا، نحن مسكنا كاران بالجرم المشهود ورح يتوجه له تهمة كبيرة. نحن سجلنا القضية ورح نباشر بالتحقيق فورا. انتوا لا تاكلوها، بعدوا لي هيك، رجعوا لورا لو سمحتوا. رجعوا بعدوا. ليكو إذا بتريدوا ارجعوا لورا يا جماعة. خلص راح، خلونا نطلع. لقد رأيتم ما الذي حدث. اللاعب الشهير والذي نعرفه جميعا كاران اقترف خطأ كبيرا جدا. الآن بإمكاننا أن نقول أن حياته تدمرت بسبب هذا الخطأ الكبير، والشرطة أتت واعتقلته فورا. ريشاب، وين ريشاب؟ وينو ريشاب؟ كارينا شوفي، ريشاب مانو بغرفته هلأ. أنا شفته هو طالع من البيت، وقبل ما لحق أسأله لوين رايح كان طالع من البيت. أنا رح أتصل فيه. إيه ده معيش ما عم يرد علي. كيف يعني؟ أعطيني هالموبايل، أنا رح أتصل فيه أكيد برد. عن جد شي ما بيتصدق ابنه، ما عم صدق اللي صار. متأكدة إنه ابني كرام ما عامل شي غلط لحتى ياخده بهالطريقة البشعة. نحن لازم نروح على مقفر الشرطة فورا. يلا. أنا لازم روح معكم كاران، وقعد مشكلة خدوني معكم. ستي بترجع. أمي أنت تعبانة، خليكي مرتاحة بالبيت. لا رح أجي معكم. بترجعكي أمي، أنت خليكي هون بالبيت، كريتيكا ديري بالك عليها. روح البسيارة، أنا رح أجيب السيارة. ماشي يلا تعالي ستي. سمير ريشاب، انا غلطت غلطه كبيره. سمير ما تبكي، خلاص اهدى. شوفي ريشاب اللي اخذوا كاران. ماشي سمير اهدى شوي وحاكيني. حاكيني لا تبكي، شو صاير هون؟ قلي وينه كاران؟ قلي كاران راح. هلا اجت الشرطه اعتقلته. اعتقلته؟ شو عمل خناقه مع بريدفي؟ اكيد هو ضرب بريدفي وهو اللي اتصل بالشرطه. ما احكي لي يلا. متهمينه بشغله كبيره كثير. شو هي؟ اجت الشرطه ولقوا مع بنت بالغرفه. كاران مستحيل يعمل هيك شيء، ما بيعملها، انا بعرفه منيح لكاران. ريشاب انا حاولت انه امنعهم ياخذوه. اسمعني ريشاب، ريشاب 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 اسمع شوي. ريشاب 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 استنى شوي، لا تروح. ليش تركتني هون؟ عن جد انا ما بقدر اشوف هالشي منوب. هدول الاثنين كتير بيحبوا بعض اصلا، عن جد زعلوني عليهم. واخيرا عدونا الكبير كاران لوترا المشهور كتير خلصت لعبته بهالحاله. نحن ضربنا عصفورين مع هذا الفاشل كاران لاعب الكريكيت المشهور، خلينا ريشاب لوترا يفقد عقله كمان. هذا الرجال المسكين ما بيعرف انه هو هدفنا الاساسي، ونحن رح ننجح بتدميره اكيد. انا واثق انه رح يكون اكبر انجاز بحياتنا، ورح نحتفل باكبر نجاح لنا بعد ما تعذبنا كل هالعذاب انا وياكي مع بعض. شو رايك؟ كلنا يا مدام، شو صار معك بالحفلة من لما شفتي كاران لوقت ما اجينا نحن على الفندق؟ هي أول مرة بتعرف فيها على كاران. أنا كنت معجبة فيه كتير وخبرته بهذا الشي بالحفلة، بس الصراحة ما كنت بعرف إنه هو سيء لهي الدرجة، وهو كان عم يمثل علي. بعد فترة بلش يحاكيني بطريقة غريبة وصرت حس إني مو مرتاحة معه. بعدين هو صار يعرض علي إنه نتمشى لحالنا ونبعد عن العالم الموجودة. أنا ما ردت عليه لأنه كان مبين عليه عم يحكي بدون وعي. صدقني كذب لك، هي عم تكذب. انا ما عملت شيء ولا شيء بالمره، هي عم تحاول تلفق لي تهمه. حضره المحقق لو سمحت صدقني. سيد لوترا خليك هادي، عم نسجل الافاده. بس هي لا بقى تقطعني ابدا، فهمت؟ تفضلي كفي. بعدين كاران بلش يغلط كتير، هو زودها يا حضره المحقق. ما توقعت انه كاران يعمل هيك. بعدين ما بقى حس على تصرفاته، قلت له انه ما يعمل شيء يأذيني ويضايقني، بس هو ما رد علي.
وبعدين طلب مني أخده على غرفته لأنه ما عم يقدر يمشي. فكرت أنه ما فيه شيء إذا ساعدته ووصلته على غرفته، بس بعدين عرفت أنه قراري كان غلط لأنه هو تصرف معي بطريقة غلط، وأنا حاولت أمنعه بس هو صار يجبرني. أنا كنت ضحيته يا حضرة المحقق، هو كتير أذاني صدقني. هي عم تكذب، عم تكذب، صدقني أنا ما عملت شي بنوب، هي عم تحاول تورطني مو أكتر من هيك. لا أنا ما عم كذب، هدول الصحفيين كانوا هنيك وشاهدين على كل شي صار وأخذوا صور. ايه صح؟ هي الحقيقة، ونحنا شفنا شو صار. يا أستاذ، نحنا شفنا. مو معقول، أنا تشوهت سمعتي وما إلي دخل بشي. ما تخافي يا آلسا، نحنا معك وهو اللي رح تتشوه سمعته مو أنت. لك اسكتوا، كلكم اسكتوا، هي كذابة عم تحاول تتهمني، أنا ما عملت شي أبداً، هي اللي إجت وأخذتني، أنا ما تقربت منها بالمرة، هي اللي إجت، هذا مو غلطي أنا. أنا رح حذرك آخر تحذير، إذا مرة تاني بتقطع أنا رح حطك بالسجن. يا حضرة المحقق اسمعني، أنا ما عم كذب، هي الكذابة. ليك يا ابني، إذا كاران لوترا بيقطعنا مرة تانية تاخده وتحطه بالسجن. كملي يا مدام. وبعدين أخذني على غرفته وقفل الباب، صار يعيط علي ويصرخ. قلت له إنه أنا ما برضى بهذا الشيء وإنه أنا بنت مهذبة ومحترمة وبحب خلي حدود بيني وبين العالم، والصراحة سألته إذا هو بيعامل الكل بنفس الطريقة، بس هو ما رد علي وضل عم بيصرخ ويجبرني ضل معه ويهددني بشغلات مو منيحة. كذاب، هي عم تكذب، كذابة، لو سمحت اسمعني، هي البنت عم تكذب، هي اللي راحت وجابت لي عصير لحالها وخلتني فوت وعي، أنا ما عملت شي غلط صدقني. لا يا حضرة المحقق، صدقني هذا الزلمة حاول يجبرني ضل معه بالغرفة كل الوقت. هي عم تكذب، عم تكذب، صدقني أنا ما تقربت منها، أنا كل تاني رح خليك تندم كتير. لك هي كذابة، هي غلطانة، أنا ما دخلني، اسمعني، أنا ما عملت شي غلط. أعمال صيانة؟ أنا كنت هون من شي ساعة مو أكتر وكان كل شي عادي، شو صاير؟ مين قافل الباب؟ وأخيراً أجيت. أنسى شو يلي صاير؟ كيف نقفل الباب عليكي؟ نحن ما بنقفل باب الحمام من برا، مين حط لوحة أعمال الصيانة بأول الممر؟ هون ما عنا أعمال صيانة. أنت ليش عم تسألني؟ هاي غلطة المدير، أنا من زمان هون محبوسة، تأخرت كتير، كان لازم أكون برا، بعد لي بسرعة، يلا بعد لي. شو ردت؟ ما عم بترد، بس رح ضل جرب. ارجعي لقيلة، لأنه يمكن تكون الشرطة عم تستجوبها، بالعادة الشرطة بتستجوب كل الموجودين مكان ما صارت الحادثة فوراً. خليك عم تدقيلة. ايه يمكن معك حق، ما عم بترد علي، أكيد مشغولة بشي، بس أنا خايفة عليها وكتير قلقانة على بريتا، بدي إياها ترد. معقول عم يستجوبوها؟ سمير هنيك، رح أتصل فيه وأسأله. حتى سمير ما عم يرد علي ابنه، هو كمان بالحفلة، يعني لا سمير ولا بريتا عم يردوا، شو بدنا نساوي هلا؟ دكتور بعد أيوه. إذنك أنت فحصت كاران مو هيك؟ اللي هو منيح؟ طمني عنه، وين صار هلا؟ عفوا يا مدام، بس حضرتك ما عرفتي شو صار؟ لا كاران، كاران اللي وضعه هو خطير دكتور؟ وضعه خطير؟ جاوبني، في داعي ناخده على المشفى؟ فستاني انكب عليه عصير ورحت على الحمام بس كرمال اغسله، بس ما بعرف كيف فجأة الباب انقفل علي وبقيت علقانة جوا. مو مهم هلا، انا ما قدرت تكون على الوقت لهيك، انا مستعجلة صراحة. انه كاران هو احكي، هو تخانق مع شي حدا من الموجودين؟ ما عم صدق، انا رايحة اشوفه بسرعة. وقفوا لو سمحتوا، انتوا ليش خدمتوا الغرفة؟ كاران لوترا موجود جوا، وينه هلا؟ كاران لوترا انقبض عليه. كيف؟ ايه يا انسة، كاران حاول انه يأذي بنت. لا مو معقول هذا الحكي، في شي ما نوصح. ايه حتى نحن انصدمنا مثلك يا انسة، بس ما فيك توثقي بالمشاهير، شو بدنا نعمل؟ لا اسمعني شوي لو سمحت. طيب لا شو عم تساوي كاران؟ اسمعني شوي بس، شبك ليش هيك عم تعمل؟ شبك اسمعني كاران، اسمعني بعدي عني. مو معقول، ما عم صدق، كيف صار هيك؟
أستاذ لو سمحت جاوبنا، كاران له سوابق عندكم شي؟ حضرتك كيف عرفت بالفضيحة اللي صارت بالفندق؟ وكيف أنقذت البنت بالوقت المناسب حضرة الضابط؟ الحقيقة فاعل خير اتصل فينا وعطانا هي المعلومات كاملة، لهيك نحن عرفنا شو صاير. طبعاً وباللحظة يلي وصلنا الخبر بعتنا فريقنا لهونيك وقدرنا أنه نلقط لاعب الكريكيت بالجرم المشهود، بعدين أنقذنا البنت بخير وسلامة وإلا كان أزاها. شالين؟ ريشاب؟ بعد شوي لو سمحت، لو سمحت قل لي وينه اخي هلا. سيد وين؟ ريشاب جاوب يا سيد لوترا وينه هلا؟ لو سمحت وين يعني؟ ليكو محبوس. انا مو مصدق اللي عم يصير. شوفي مين اجى على مخفر الشرطه. اعزائي المشاهدين، الان يدخل رجل الاعمال المهم ريشاب لوترا شقيق المتهم. برايي حضرتك شو رح يصير بعد كم ساعه؟ شو قصدك؟ رح يدفع الكفاله لكارن ويطلعه صح؟ ليكي نحن ما بنعرف، بس متأكدين إنه رح يتصرف ورح يحكي مع الشرطة فوراً وما رح يسكت أبداً. رح نراقب شو رح يصير بعد كم ساعة. لو سمحت كاران لوترا موجود عندكم هون؟ أنا عم أسألك وينه أخي الصغير؟ كاران لوترا جاوبني يلا. روح من هون. بس الواحد يسألك جاوب دغري، مو ضروري تصفون. كاران ريشاب أخي صدقني أنا ما عملت شي، ما بعرف عن شو عم يحكوا هنن. أنا مستحيل أعمل هيك شي، صدقني عم قلك الحقيقة يا ريشاب. ما عم يقبلوا يسمعوني. أنا ما عملت شي غلط. أنت صدقني أنا ما عملت شي أبدا. صح من زمان كنت كذب كتير عليك وكنت فكر أني عم كذب للأحسن، بس أنا ما بقى كذبت من لما خانقتني، ما بقى كذبت أبدا. عم قلك الحقيقة، أنا ما عملت شي غلط بالمرة. أنت بس صدقني. صدقني ما في داعي تبرر لي شي من اللي صار كاران، عم تفهم؟ أصلاً أنا شايف بعيونك إنك عم تقلي الحقيقة كاملة. ما تقلق من شي وأنا موجود جنبك. أنا بعرف إنه أخي ما بيعمل شي بيخجل أبداً. أنا يلي بعرف هالشي وعلى طول ضل متذكر. لو كل العالم كانوا واقفين ضدك وشكوا فيك وتركوك لحالك وتخلوا عنك، أنا مستحيل شك فيك. معقول ما بتعرفني؟ أنا عن جد آسف، بس شكيت إنك ما رح تصدق كلامي بالمرة. أنا كان لازم أقول لك كل شيء من قبل. لو سمحت سامحني، أنا عن جد آسف. مو مشكلة، أنت أخي الصغير كاران ولا يهمك. انسى اللي صار وكل شيء رح ينحل أكيد. ما بدي تبكي أو تشغل بالك، ممنوع الزعل هون وما في شيء وما له حل. أنا بعرف أنك عم تقول الحقيقة، معقول خليك تبقى بالسجن وأنا أقعد أتفرج عليك؟ خليها ببالك دائما يا كاران، طول ما أنا عايش ما حدا رح يقدر يقرب عليك أو يهينك. إيه؟ بعرف. ليك أنت ما بدي إياك تفكر أنك لوحدك، لا تقلق بخصوص أي شيء وأنا موجود جنبك، فهمت؟ بس بدي أفهم كيف بيتجرأ ويورطوك ويتهموك هيك تهمة بشعة والشرطة دعمتهم وصدقتهم كمان. أنت بس طول بالك شوي، أنا رح طلعك من هون. ماشي. إيه؟ أنت هلأ كتير معصب أخي. أنا ماني معصب. كيف بيتجرأ ويتهموك هيك تهمة؟ اهدى، بتشوف شو رح أعمل. لا خليك هون. ريشاب اسمعني. ريشاب اهدى شوي، دير بالك على حالك وخليك هون. أنا رجع لك اسمعني حبيبي. استنى. ريشاب ريشاب ليش حطيت أخي بالسجن؟ حضرة المحقق أخي كاران معامل أي شي غلط، طلعوه من جوا. نحن منعرف منيح شو عمل وليش حبسناه. لا تعلمنا شغلنا. نحن لقينا هالبنت مع كاران لوترا بغرفته. ايه والقضية واضحة كتير. هاي البنت كانت مع كاران، كان شعرها مخربط وتيابها مشقوقة وكانت عم تطلب من كاران انه يتركها. ما في غير الرجال اللي بلا مبادئ وبلا ضمير هو اللي بيعمل هيك شغلة بشعة. واخي رجال محترم ومؤدب وبيعرف كيف يحترم البنت لانه عنده مبادئ عالية. اطلق سراحه. بس اخوك على طول محاوط بالبنات يا استاذ. ايه واذا صح على طول حوالي بنات، هذا الشيء لأنه بيحترموه بيعتبروه بطل حقيقي وهو بالفعل بيستاهل. وكل العالم بتعرف هو لاعب كريكت مشهور وشاطر والعالم بتضل حواليه. وين المشكلة بالموضوع؟ أخي بحياته ما استغل هذا الشيء لمصلحته الشخصية، ومتأكد بالعكس على طول بيحاول يبعد عن البنات من أنه يجوا على البيت، ودائما بيحطوا لهم حدود لما بيروح على الحفلات تبعه. أنت هلأ سجلت تهمة ضد زلمة بريء، ما نكون شايفين؟
هو رجال عنده معجبين ومعجبات كتير، معقول يفكر يأذي بنت مثل حضرة المحقق؟ ليك اسمعني يا أخي، بريء وما عمل شيء وما عليه أي تهمة. إيه هو ما قدر يعمل شيء لأنه الفريق تبعنا وصل على الوقت، وقبل ما يعمل أي شيء يأذيها نحن قدرنا نقبض عليه. شو أنت ما عم تسمع؟ الظاهر ما عم تسمع شو عم قول. حكيك مو مقبول، لأنه كاران مو ممكن يعمل هيك شيء لو شو ما كان. العياط والتهديد ما بيثبتوا أنه كاران شخص بريء، هو ارتكب جريمة هاي المرة وهذا واضح 100%. قلت لك أخي زلمة بريء. استوعبت؟ أكيد في سوء تفاهم أو في حدا لفق له هاي التهمة لأخي وورطوا فيها، ومتأكد أنه هاي البنت كمان هي جزء من الخطة يلي عملوها ضد أخي. هي عم تنفذ المطلوب منها بالحرف الواحد، وتأكد. أنت ما فيك تحكي مع البنت بهالطريقة يا أستاذ، بعد كل يلي مرت فيه من ساعة هي منهارة ومتوترة. طلع، والسبب هو أخوك، عم تفهم؟ سيد ريشان، قلي لهم الحقيقة، قلي لهم إنه كل شي مؤامرة بس، وإنك وسيلة مو أكتر. لو سمحتي خبريهم لكل العالم ما تخافي من حدا أبداً، أنا موجود، ما حدا رح ينشر شي ضدك بعدك، أنا هون لحتى أحميكي، أنت ما في داعي تخافي أبداً. لو سمحتي أحكي الحقيقة بترجاكي، لو سمحتي قلي لهم أخي حياته مهددة ليك ومحبوس جوا لحاله. لو سمحتي قلي لهم، قلي لهم الحقيقة، لازم تحكي لهم الحقيقة. ما فيك تتعامل بهالطريقة مع البنت يا أستاذ. ولا صوت. ليكي أنا متفهم وضعك، بس اسمعيني شوي، حاولي تقدري مشكلتي. أنا أحكي أي شيء، هذا طلب مهم كتير. أنت بس قولي لي شيء واحد، شو المشكلة؟ شو مشكلتك مع كاران؟ ليش بدك تدمري له حياته؟ يعني ليش عم تتهميه؟ هو لاعب مشهور وشخص محترم كتير. أستاذ لوترا، أنت ما بحق لك تحكي بهالطريقة. وإن أنا عم بسألك شاوري، ما رح يصير لك شيء أبداً، أنا بوعدك بهذا الشيء، ما رح يصير لك شيء. ليش ما بدك تحكي شيء؟ لو سمحتي حاولي تقدري الموضوع، إفادتك كتير مهمة بالنسبة إلي. أخي موجود بالسجن هلأ، بترجاكي لو سمحتي قولي لهم، احكي لهم إنه هاي مؤامرة ضده لأخي. يا ابني يلا خذوه وحطوه بالسجن لشوف بسرعة. عن جد يا خسارة، انتو كلكم بلا مبادئ، هاي هي العدالة؟ لك اطفي الكاميرا بسرعة، شيلها من وشي. خذوه. القانون والعدالة لعبة بالنسبة لك مو أكتر، انتو ما بتكون تعرفوا الحقيقة، انتو بس بتكون تكونوا بوش الصحافة، تظهروا على الجرايد، انتو ما بتخجلوا. لك ما عاد في خجل، بتسموا حالكم حامين القانون والعدالة مزبوط، بس انتو نفسكم يلي عم ترتكبوا الجريمة، عم تحموا الجاني وتدافعوا عنه وعم تشوهوا سمعة شخص. خذوه من هون. تأكد انه هاي البنت عم تكذب عليكم وعم تضحك عليكم كلكم، وانتم مصدقين كذبه. اخوك كاران ارتكب جريمة وغلطان، ونحن اكيد رح نعاقبه. خذوه لشوف، يلا خذوه، يلا بسرعة. امسكوه، تعال هون. خذوه، امسكوه سريع، تعال هون. لك يلا خذوه بسرعة، حطوه لجوا، دافه، حطوه اخو جوا. يلا ما عندكم الشجاعة تواجهوا الحقيقة. سكوت. ليك انك تحبسني ما راح يثبت انك انت الصاحب المرة. ريشاب، شو راح تعمل يعني؟ ما راح تقدر تمنعني علي صوتي وصرخ، انا راح اخبر الحقيقة للكل. قول للمحقق تبعك يجي لهون، انا ريشاب لوترا، قل له هالحكي على لساني. ليك قل له انه عم يرتكبوا جريمة بحق اخي، نادي له يجي لهون اذا ما كان خايف مني، نادي له. شو ناطر؟ ريشاب. ليش ريشاب طول هالقد جوا؟ إذا هلأ طلع لبرا بدون أخوه رح يكون حلو إنه نشوفه هو مقهور عليه. إيه مزبوط، رح يكون كتير حلو إذا بيطلع بدون كاران. مبين عليكي ناطرة بفارغ الصبر لتشوفي خطيبك، لأنه طول جوا وقلبك بيكون قلق وتوتر عليه. يا ترى أنت بلا عقل ولا شو؟ يا ريت تبطل هذا الحكي السخيف. لا مو معقول، ما فيكي تطلبي مني هيك طلب، لأنه اليوم بالذات أنا ما بقدر أعمل هيك شيء. أنا كتير مبسوط اليوم، وحاسس أنه صار لي زمان كتير ما انبسطت لهالدرجة. لما تكوني مبسوطة ما فيكي ما تعبري عن فرحتك بالحكي الزايد، إذا ما حكيت وعبرت عن فرحتي يمكن انجلت. بتعرفي شغلة؟ أنا بعتقد رجل الأعمال اللي اسمه ريشاب لوترا انحبس مع اللاعب كاران جوا، لهيك طولوا لهلأ ما طلع. يعني على حسب ما بعرف ريشاب أكيد بيكون عمل مشكلة كبيرة جوا، وعصب كتير بسبب اتهام مونيشا لكاران والفضيحة اللي صارت مع العائلة تبعهم، وهي أكيد هلأ بتكون اتضايقت من تصرفه هاد، والشرطة بتكون حبسته لأنه هو ما بيصير يتطاول على الشرطة جوا. أكيد ريشاب صار مع أخوه، وكمان منكون خلصنا منه لأنه انحبس مع أخوه، مو هيك صار؟ بريد في، أنا برأيي حاجة تحلم، إذا بتوقف هاي الأحلام بيكون أحسن لك، ماشي؟ مو غلط، أحياناً الخطة ما بتزبط بالمرة، وأحياناً بتزبط. إيه؟ أنا عن جد ما عم بفهم شو عم يصير، وبصراحة في شغلة كتير محيرتني. البطلة والأميرة بريتا المسكينة لسه ما بينت أبداً، معقول تكون لسه عالقانة بالحمام لهلأ؟
لأنه لو طلعت منه بتكون هلأ عم تحاول تساعد رفيقة كاران لوترا تعمل حالة كاران هي... لوترا مانو رفيقة أبدا. شارلين أنا بقصد إنه بريتا بنت بسيطة وعندها مبادئ عالية وبتحترم وضعها إنه مخطوبة وأكيد ما رح تتصرف بهي الطريقة. ما أنا مثل الباقيين، حتى هي كان بدها أفسخ الخطبة تبعنا وأنا ما قبلت مشان تضل مربوطة فيني، وأنا أبقى عم بعرف أخبار عائلة لوترا وتحركاتهم. فهمتي علي؟ إيه هي هي، بتمنى تقدري ليش عملت هيك. تخبي فورا عائلة لوترا. يلا يلا كاران، وين كاران لوترا؟ وينو كاران لوترا؟ وينو ابني؟ وين المسؤول هون إذا بتريد؟ ليكو المسؤول هون. مرحبا أنا مهيش والده لكاران. اللي وينو ابني؟ وين كاران؟ اللي وينو؟ هذا الموبايل لريشاب. حد الجزدان والتليفون لابني الكبير ريشاب، بس أنا مو شايفته أبداً. وينو ريشاب؟ اللي وينو ابني؟ وينو؟ يا مدام ابنك ريشاب صار بالسجن مع أخوك كاران لوترا. شو؟ ليش شو تهمته؟ لأنه تدخل وعطل التحقيق تبعنا. ليش أنتوا بلشتوا بالتحقيق؟ هي أكيد الصراحة أنه القضية واضحة كتير يا أستاذ، ابنك متهم بالتعرض لهديك البنت. لا مستحيل، ما في طريقة تلغوا الإدانة الموجهة ضده، بس العالم الأغنياء يلي مثلكن طبعاً ما بيقدروا يصدقوا هالشي. بالنهاية أنتوا عندكن سلطة المصاري، بس المصاري ما راح تغير العدالة. كل العالم الأغنياء مفكرين القانون لعبة بين إيديهن، بيفكروا أنه بيقدروا يحلوها بالمصاري، بس الوقت تغير كتير يا أستاذ لوترا. القانون صار قاسي وصارم، والشخص اللي بيرتكب جريمة لازم يتحاسب، وإلا ما منكون عم نشتغل. هيك بيحكوا مع العالم؟ ها؟ أنت بتعرف مين منكون؟ نحن عائلة لوترا، مواطنين ملتزمين بالقانون، وكاران وريشاب بينتموا لهي العائلة، ونحن ربيناهم على احترام القانون، وما ممكن يخالفوا هذا القانون لو شو ما صار. بدي أفهم ليش أنت معتبرهم مذنبين واعتقلتهم وحطيتهم بالسجن؟ عم تبهدلنا بس لأنه نحن أغنياء؟ الغنى أبداً ما أنه غلط حضرة المحقق، الأحسن تطلع ريشاب وكاران من السجن فوراً. عم تفهم ولا لا؟ أنت ما لك الحق تأمريني وتقولي لي شو أعمل يا مدام. انتبه على حكيك، أنك تعلي صوتك علي بهالطريقة ما رح يخلي ريشاب وكاران يطلعوا من السجن. عم تفهمي؟ ما بيصير تحكي بهالطريقة. اللي ليش ما بيصير أحكي؟ أنت سامع الطريقة اللي عم يحكي فيها معي؟ بده يثبت إنه كاران وريشاب مذنبين وخالفوا القانون. متوقع مني يكون لطيفة؟ أنا بعرف كاران كتير منيح يا حضرة المحقق، ما ممكن يعمل هيك شي أبداً. كاران بحياته ما عمل شغلي غلط أو مسموحة. أما ريشاب ما هيش، أنت بتعرف منيح إنه ريشاب حتى لو عمل شي فورة غضب فهو دايماً بيكون على حق. المحقق مفكر إنه هن الاثنين مذنبين ما رح يطلعون أبداً. كيف بتتجرأ؟ يا ريت تسمع شو بدي أقول. كتير منيح حضرتك، طلع كاران وريشاب هلأ فوراً من السجن، وإلا رح تضطر تواجه عواقب سيئة. خلينا نطلع لبرا. أنا ما رح أطلع لبرا، حضرته عم يحكي حكي سخيف وما رح يفرق معهم شيء إذا ضلوا، بس بالنسبة لإلنا بيفرق معنا. لما بينشروا بالجرايد والمجلات إنه كاران لوترا تقل بتهمة التعرض لبنت رح يكون منشور بالصفحة الأولى، ورح تكون مشكلة كبيرة. وإذا كاران أخيراً أثبتت براءته رح ينشروها بالصفحة الثالثة أو الرابعة إنه كاران طلع بريء وما حدا رح يقراها. أنا متأكدة من هالشي، العالم بتقرأ أخبار الصفحة الأولى بس، عيلتنا رح تنتزع سمعتها، وكاران رح تتدمر سمعته كمان. وأنا ما بدي ابن أخي يواجه مشاكل ويضل بالسجن بلا سبب مقنع. أي نوع من المحققين أنت؟ بيكرهنا لأننا أغنياء؟ مو منطق هذا الكلام أبدا. كارين أهدي خلصنا. اللي ليش لأهدا؟ خلص أهدي تعالي معي. شو هذا اللي عم تعمليه؟ حضرة المحقق، أنا بعتذر من قلبي على تصرف بنت حماي، أنا آسفة. لو سمحت سامحها، بس كاران ما عمل أي شيء غلط، أكيد أنت مستشبه فيه إنه هو غلط، كرمال هيك اعتقلته وسجنته. بس شو من شان ريشاب؟ ابني الكبير شو عمل؟ يا ريت تقلي حضرتك ليش اعتقلته لريشاب؟ ليش؟ بس جاوبني، ابني الكبير ليش اعتقلته؟ بعتقد إنه هو زعجك بحديثه لأنه عم يحاول يطلع أخوه من السجن وعم يدافع عنه. ما
لو سمحت حاول تفهمني، هو أخوه لكاران وأكيد كان كتير متضايق على وضعه. لو سمحت سامح ابني، أنا بعتذر عن تصرفه اللي كان بلا وعي. هو ما رح يزعجك وانت عم تشتغل أو تاخد إفاداتك وأنا بوعدك ما رح يحكي معك شي بالمرة. حاول تفهمنا يا حضرة المحقق، ابني الصغير محطوط جوا جوا بالسجن وانت حبست ابني الكبير كمان. مين رح يساعدنا ليطالع كاران من السجن هلأ؟ لو سمحت طالع ريشاب من السجن كرمال اللي بتحبه. لو سمحت أنا بترجاك. اهدي اهدي يا مدام. يا ابني ايه، جيب لي ريشاب لهون. شكرا لك، ممنونتك. سمعت شو قال؟ هنن رح يفرجوا عن ريشاب. سمعت، بس انت ما في داعي تتوتري. غريب، انا ما فهمت كيف بيسجنوا لريشاب، عندهم شي ضده؟ انت محاميه شي؟ مين مفكر حاله هذا المحقق السخيف التافه بيكره الاغنياء؟ هذا الواجب تبعه. واجب شو هذا اخي؟ ابني ريشاب، انت منيح ابني؟ اللي انت متأكد انك منيح؟ يلا جاوبني، كيفك ابني؟ حضرة المحقق، عن جد شكرا كتير إلك لانك طلعت ريشاب من السجن بهالسرعة. اسمح لي اطلب منك طلب تاني لو سمحت. فيك طلع كاران كمان من جوا؟ انا متأكدة انه ابني بريء وهو ما ارتكب اي جريمة ولا له دخل بشي ابدا. لو سمحت طالع كاران من السجن. عم تحكي معي بمبادئ عالية وبطريقة محترمة كتير. لهيك انا طلعت ريشاب لانك لطيفة، بس لو سمحتي انا ما بقدر ساعدك اكتر من هيك. حضرة المحقق، انا قلت لك انه ابني مستحيل يرتكب هيك جريمة، هو بريء من القصة، اكيد في سوء تفاهم. لو سمحت خليه يطلع من السجن، انا بترجاك. نحن منترجاك تسمح لنا نشوف كاران. لا مو هلأ. لو سمحتي تفضلي، فيني استخدم التليفون؟ كتير مضطر. طبعا مدام، شكرا. كتير منيح، لنشوف. أنا لازم أقول لشريستي شو صار هون. حكيه سخيف. شو هاد؟ مين يلي عم يدقلي من رقم أرضي؟ أكيد هاد سمير، بيكون شحن موبايله خلص. يلا ردي على تليفوني يا شريستي، ما عندي وقت كتير. ألو؟ ألو بريتا، نحن صرنا ساعة منحاول نتصل فيكي، شو عم بيصير معك انتي؟ ليش ما رديتي؟ شريستي أنا لسه هتني بالفندق. اسمحي لقلك، أنا رحت شوي على الحمام وفي حدا قفل علي باب الحمام من برا. ما بعرف إذا في حدا هيك عمل بالغلط أو عن قصد. ما عندي وقت. ليكي رح أحكي لك القصة بعدين، إيه ما تخافي علي بنوب. قولي للماما وستي اني رح اتاخر لحتى ارجع على البيت، ماشي؟ ما رح اتاخر كتير، بس ما تقلقوا علي، ماشي؟ بشوفك. لحظه، كان مقفول عليكي وقت اللي صار كل هالشي؟ انت كيف عرفتي شو يلي صار؟ احنا شفنا كل شيء على التلفزيون اختي، بس انا ما بظن انه الحكي يلي عم يحكوه صح. ايه انت معك حق شريستي، كاران ما عمل هيك شيء. هو ما عمل هيك شيء ابدا. انا متاكده انه هو بريء. حذري شو هون، كان في بنت عم تحاول تخدعه لكاران. أنا صرت متأكدة إنه هي ورا هذا الموضوع. في حدا حاول يورط كاران يا شريستي، وبعرف هالشي منيح، لأنه هو مستحيل يعمل هيك شي. ضروري كتير إني أعرف الحقيقة وبسرعة. ليكي أنا ما عندي وقت كتير لحتى أحكي، لازم روح على مركز الشرطة، هو هنيك هلأ. لحظة بس، ما تروحي على الشرطة لحالك. انطريني، بدي 10 دقايق لأوصل. منلتقي ومنقرر شو بدنا نساوي قبل ما حدا تاني يتورط بسبب هذا الشخص. أنت عن مين قصدك قولي؟ أختي أنا متأكدة إنه كارام معامل شي من يلي حكوا بالأخبار، أنا متأكدة إنه هو بريء. وأكيد في حدا عم يحاول يورطه بشي ما دخلوا فيه، وممكن تكون نفس البنت يلي صوروها مع كاران أو شي بنت تاني. يعني مثل ما بتعرفي ممكن معجبة. لو سمحتي انطريني، ماشي اختي؟ طيب انا رح اطلع من الفندق، لاقيني عند لوكاندي بسرعة، ماشي؟ ايه تمام، يلا باي باي. استني، لوين رايحة شريستي؟ شريستي شريستي لحظة، لوين رايحة؟ ماما انا كتير مستعجلة، بقول لك كل شي بس ارجع. استني بس يا بنتي. شفتي هي على طول بتعمل يلي براسها وما بترد علي ابدا. معلش خليها تروح، بريتا بتكون بحاجة لأختها هلأ. عادي. بس كاران لوترا وبريتا، بتمنى بريتا ما تفوت بشي مشكلة مرة تانية بسبب كاران. ما رح يصير هذا الشي بنتي، صدقيني انت ما فيكي تقطعي الرابط معهم بهالسهولة. شو طالع بإيدنا نعمل؟ خلينا نصبر شوي لتروح هالرينة. اهدي. حضرة المحقق، أنا ممكن روح على البيت؟
صراحة إنه أنا ماني متعودة على هيك جو بالمرة، وبعد الحادثة اللي صارت معي بالفندق أنا كتير خايفة وبدي روح على البيت ارتاح شوي. أكيد ما في أي مشكلة، فيك تروحي على البيت. حضرة الشرطية لو سمحتي وصلي الأنسة على بيتها. حاضر. لا أنا ما فيني خليها توصلني على البيت، وكمان ما بقى في بكي أكتر من هيك. شو هالمشكلة هي؟ أنا سيدي شكراً كتير إلك، بس ما في داعي توصلني. أنت تعبت معي كتير وما تركتني من أول ما أجيت لهون. أنا رح دبر حالي ورح أخذ تاكسي من برا، مو مشكلة. مدام صدقيني ما في عذاب أبداً، لأنه هذا الشيء واجبي. بكل الأحوال أنا رايحة على البيت ورح أوصلك بأمان على باب بيتك. ولا تنسي أنت مرقتي بيوم صعب كتير ومبين عليك التعب، لهيك ما فينا نتركك تروحي لحالك. إذا بتريد طلب لنا تاكسي لو سمحت فوراً. شو بدي أعمل؟ أنا بورتة كبيرة هلأ، ما عم بيردوا علي، وإذا أصريت روح لحالي رح يشكوا فيني. نحن رح نستنى 5 دقايق والتاكسي بتكون وصلت. ماشي. شو لازم أعمل؟ ابعت له رسالة؟ هدول العالم مهتمين فيني كتير، بريدفي وشيرلين أكيد ناطريني، كيف بدي خليهم يعرفوا؟ مدام انتي ما تاكلي هم، اكيد رح تاخدي حقك، المحقق انسان عادل. عائلة لوترا اجوا ليطلقوا سراح اولادهم، بس رئيس المخفر ما قبل معهم ابدا، هو معروف عنا انه ما بيميز حدا. اذا وقفت حكي معي وقتها بس رح اقدر ابعث لهم رسالة. لشاب شو صار ابني؟ ليش متضايقة لهالدرجة؟ في شي مو منيح صار بالسجن؟ ليكونوا مدوا ايدهم على اخوك كاران؟ لا. شو صار ابني؟ بابا أنت ليش طلعتني من السجن؟ أنا كان بدي أبقى بالسجن مع كاران، أخي الصغير لحاله جوا، أنا كان لازم كون معه بالسجن بدل ما أني واقف هون وتاركه. أنت مجنون؟ ها؟ ريشاب حاجة ولدني. ليك اسمع، أنا مقدر شعورك وخوفك على أخوك، بس ما في داعي تجن. نحنا أجينا مشان نطالع كاران مو لنشوفك معه بالسجن. خلينا نركز لشو نحنا هون. بعرف إنك بتحب أخوك كتير وبعرف إنك حابب تكون معه بالسجن، بس أنت مو مقدر مسؤوليتك. إذا أنتوا الاثنين كنتوا بالسجن أنا مين رح يساعدني لطالعكم من جوا؟ فيك تطالع أخوك كاران وأنت مسجون؟ ريشاب ابني حكي أبوك مزبوط، لازم ترد عليه، بس اللي مين من بيناتنا ما بيتمنى يكون مع كاران هلا؟ حاول تفهمنا، اذا انت بقيت مع كاران مين رح يساعد ابوك ليطلعكم من السجن انتوا الاثنين؟ ما حدا بيقدر يساعده، وانت بتعرف نحن هلا كتير بحاجتك لنطلع من هالقصه. صدقني مهم بالنسبه لنا وجودك برات السجن كرمال نحل هالموضوع هاد. ريشاب انا بوافق راكي بالحكي اللي قالته. اذا خلصتوا حكي مشان اتصرف، انا عندي شخص ممكن كتير ينفعنا. خد هاي موبايلك انا رح ادق له. بعتقد إنه لازم نروح على البيت لنقدر نفكر. ماما بتكون متضايقة كتير، والأخبار بخصوص كاران عم يوتروها بزيادة. متأكدة رح تنبسط بس تشوفك. شو رأيكم نمشي؟ كارينا معها حق ريشاب، خلينا نروح على البيت. يلا ابني يلا. أنا بحياتي ما شعرت بالإحباط لهالدرجة. شو لازم أعمل؟ معقول أترك كاران لحاله؟ بس كمان بابا معه. والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم